твоя я бодра. Сопри. Шат мути дело. يا حزين اوعي استحمل استحمل شوية كمان يا بنت معزوزة جواي أكبر من وجعي كنت مت من زمان لكن لا مش حمت إلا بشوف خوفه على ولده فاني استحمل يا حزينة استحملي من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنان من صلب داديت وأطعمت وسجيت كاسات الحنان أكونش بحناني طمعت أكونش بحناني طمعت ولدي فنسيو من أنا يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي ابويا هيموتنا هيموتنا كلنا خلاص محدش قادر عليه ناوي ياخد اجلنا واحد ورا واحد انا خايف ياما ما تخافش يا ولد منده محدش يقدر يعمل لك حاجه وان كان على ابوك انا جبل وحراجه جبل مين ياما ما خلاص ده قاعد لنا تحت قدام الباب لحد يطلع ولا يخش وعاوزنا نروح الحس كلامي مع ابو ذكري واتجوز زهرة لا في دهي ابو ذكري وبيته لكن زهرة لا طنش وتصبر لحد ما يروق ابعدي عني ملكيش دعوة بي مالك يا مهرة قلت لك ما تتكلميش معاي انا زعلتك في ايه خدت جدي مني ليه بس يا حبيبي ما مجاش ينام جاري ما هو ايه في الاول كنت احبك لكن دلوقت لا انت كبرت يا مهران دلوقت وبقيت راجل يعني ما ينفعش تنام جنب حد ما انت كبيره اهو وهتنامي جنب جدي وجدي كبير وهينام جنبك ايش معناني طب معلش يا حبيبي ابعدي عني ما تكلمينيش انا فرحه حبيبتك انا حبيبي جدي وبس لكن انت تعال رايح فين يا مجلة؟ رايح بيت ابو الذكري ايه خير؟ الليلة كاتب الكتاب ولا الدخلة؟ لا ده انا رايح عني مع الموضوع خالص مش كده احسن يا حاج كده مالكش عازة سلام عليكم ما هو محدش عندك له عازة خالص بتقول يا واد؟ بقول مش هتأخر هروح واجي على طول براحتك الساعة 11 هك في البوابة
ما احنا خلاص بقينا في مدينة جامعية. وهجيب دفتر تمضي فيه حضور وانصراف يا ولد منادى، عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني يا حاج. غور، كلام ايه يا حماد؟ هو انا بدي لعبة ولا ايه؟ يا عم ابو ذكري انا ما اقدرش اخالف اوامر ابوي. ما دام عارف ان كلمتك ملهاش عازب لابوك، جيت لي ليه وعملت راجل؟ اقول لك ايه، ما تتهورش في الحديد، ما حسسني اني اتجوزت بنتك وخلفت منها 10 عيال. الفتحة على الظالم اللي يعشم بنات الناس بالكيد. ياما ملهوش لزوم الكلام دي، هو بالعافية. خش جوه اسناني كمان يا كبير دي يا حماد. والله كبير قليل. السلام عليكم. رايح فين؟ هقعد مع كامل شوي. زين، روح وما تعوكش، ترجع قبل الساعة 11، مفهوم؟ مفهوم يا ابوي. اخوك خيري رايق يعني؟ سلم لي على كامل، قول له كفاية حزن ويطلع للدنيا. حاضر يا ابوي. لا هتقول ولا حاجة، روح. السلام عليكم. وعليكم. نام وانت بعيد كيف؟ اللي في ايدك ده؟ من مهران. مهران خربشك؟ يوه، وكسر عظمي كمان. وليه ده كله؟ قلب الدنيا، ما حدش ينام جنب جدي غيري، غوري بعيد عننا، وفضل يبكي لحد ما نام. ونام فين؟ في سريرك، وحكم ينام هناك كمان بالعافية. وماله؟ خليه نايم في سريري، وأنا أقعد معاك شوية جوا وأرجع نام جنبه. يا سلام، ما ينفعش، هي تنام جنبي يا تنام جنبه. ايه دي؟ انت عقلك اصغر من عقله؟ عقلي اصغر من عقله، قلت ايه؟ خلاص يا ابوي، هنام هنا، اللي عايز ينام جنبي اهلا وسهلا. برضو لا. خلاص، انتوا الاثنين تناموا جنبي. برضو لا. خلاص، انت يوم وهو يوم. ليه؟ درتي مهران؟ بقول لك ايه؟ انا مش فاضي للجلع ده.